انتهى المؤتمر الثاني لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بعد تحرك أممي جديد هدف لحشد تبرعات المانحين لمواجهة ما وصفته المنظمات الدولية بالأزمة الإنسانية الأكبر في العالم. ما يقارب 3 مليارات دولار كان المبلغ الضامن لنجاح خطة الاستجابة الإنسانية هذا العام، خصوصا بعد أن عجزت خطة الاستجابة الإنسانية في العام السابق من جمع المبالغ المطلوبة. في ختام المؤتمر الدولي لدعم الخطة الإنسانية قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريش إن الدول المانحة تعهدت برفع قيمة المساعدات المقدمة لليمن إلى حوالي 2 مليار دولار، حيث أعلنت بريطانيا تخصيص 170 مليون جنيه استرليني إضافة إلى توفير عدد من المواد والمساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين جراء الحرب. روسيا ومن جانبها خصصت 1 مليون دولار، فيما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 100 مليون يورو، داعيا الأطراف في اليمن للعودة إلى طاولة الحوار وإيجاد حل سياسي للأزمة. دول التحالف العربي المشاركة في حرب اليمن كانت حاضرة أيضا في مؤتمر الاستجابة الإنسانية، حيث تعهدت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ب1 مليار دولار، وتعهدت دولة الكويت الراعية لمشاورات السلام السابقة بمبلغ 250 مليون دولار. وعلى الرغم من تعهد الدول بمنح مبالغ عديدة لتجاوز الأزمة الإنسانية، إلا أن المطالبات بالشفافية ما تزال قائمة، خاصة بعد تخوف حقوقي من انحراف خطة الاستجابة عن تحقيق أهدافها وتسلل الفساد إليها بسبب عدم نشر تفاصيلها التشغيلية بشكل علني. أموال كثيرة تجمعها المنظمات الدولية إذن، لكنها بنظر مراقبين تذهب غالبيتها إلى طواقم المنظمات وشركائها المحليين، فيما يصل في المقابل القليل من الفتات للمتضررين، وهي دائرة تعيد نفسها في بداية كل عام من أعوام الحرب.